يا شيخ، ما رأيك برجل حج بنية الإقران فلما طاف القدوم والسعى قصر وبتل على أحرامه حتى كمل عمرته أو حجه؟ هذا لا شيء عليه. هذا الرجل الذي أحرم قارنا ثم طاف وسعى ورأى الناس يقصرون فقصر لا بنية التحلل واستمر على إحرامه، ليس عليه شيء، لأن غاية ما حصل منه أنه قص شعره جاهلا ففعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا. ومحظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه.